عايزه انا اعمل الطشه دي مره بقى. وقفتك في الشارع علمتك ايه؟ علمتني الصبر. طبعا ده ليا لوحدي يا اصل اشرف مالكوش فيه. اكله شعبيه مشهور بيها الشارع المصري، بيعشقها الفتوهات وما بيعرفش قيمتها غير اهل المذبح. عرفتوا هي ايه؟ طبق السمين. فاحنا النهارده معاكم من منبع السمين، شارع السلخانة بالسيدة زينب، المنطقة اللي كلها روحانيات وتصور فيها أفلام ومسلسلات كتير جدا. بس الغريب في الموضوع إن اللي واقف على العربية دي بنت، بنت السيدة. تعالوا بينا نعرف قصتها إيه، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من تكية رحمة. فايزة، يعني أنا سميتك حسناء بقى السلخانة والسيدة زينب، منورانا التلفزيون اليوم السابع. الله يخليكوا، وأنتم منوريني، و شكرا على برضو اللايف اللي انتوا عملتوه معايا قبل كده، يعني خليتوا الناس كتير قوي بقت توقفني، وبقت الناس كلها بتقول لي احنا فخورين بيكي. ايه بقى حكايه بنت السيده؟ بنت السيده هي جت من اهل المنطقه ومن صحابي ومن كل اللي حواليا، اي حاجه بعملها ما بيقوليش غير بنت السيده. بس هم اللي يعني كلمه بنت السيده هم اللي اهل المنطقه. بنت بقى واقفه على عربيه سمين وبتاع هنا في السيده، الموضوع جه ازاي معاكي؟ هو اهلي كلهم جزارين، وجدي الله يرحمه شيخ الجزارين حاجة داش عاشور، اللي انا واخده المهنه عادي من اهلي. بابايا طول عمره بشكار في نفس الوقت اللي هو جزار، وبرده عنده محل السمين ده، على طول قلت اكمل بقى مسير بابا، اللي انا افضل واقفه معاه وابقى جنبه وابقى في ظهره. انا اكبر اخواتي البنات، حابه ابقى مع بابا، واللي انا اكبر المشروع بتاعي، ونفسي يبقى من انجح المطاعم ان شاء الله. باباكي بقى يعني لما جيتي قلتي له ان انت عايزه تنزلي معاه الشغل وحابه الشغل ده، ما اعترضش بنت تقف في الشارع وكده يعني؟ لا، بابا هو اللي مشجعني، وهو اول ما انا قلت له عايزه افتح المحل واكبره واوضب الدنيا راح قال لي ماشي. ولما طلعت قبل كده لقيت ناس عماله تشتم في كومنتات والكلام ده، وانا ازاي بنت واقفه كده، قال لي ما تضايقيش نفسك، البنت الناجحه او الانسان الناجح بتلاقي الناس بتقعد تشتم فيه او اي انتقاد او اي حاجه، كملي وانا في ظهرك زي ما انت شفتي قبل كده، بابا واقف في ظهري يعني. طيب قولي بقى، انت بقالك قد ايه في اصلا في المهنه دي؟ نزلتي امتى؟ بقالك قد ايه؟ يعني بص، انا اشتغلت من 2014 لحد 2017، بطلت عشان الدراسه، وبعد كده خلصت اشتغلت بقى في مجالات شغلي، حسابات والسياحه وعقارات والحاجات دي. بعد كده بقى لسه بقى اليومين دول رجعت تاني. انا حابه ان انا يبقى عندي مطعم، وحابه انا يعني كمان كان في حلمي ان انا اطلع حاجه معينه في مجالي، لا كنت حابه ابقى طالع يبقى سياده اعمال ويبقى عندي مطعم يعني سلسله مطاعم، يعني مش حاجه معينه. هتقولي لي ليه المصمت؟ هقول لك عشان خاطر بابا، يعني ده مجالنا، اما احبش ان انا ادخل في مجال تاني ما اعرفوش. اصعب حاجه واجهتيها هنا في الشغل على العربيه؟ الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه. وقفتك في الشارع علمتك ايه؟ علمتني الصبر. الصبر والمسؤوليه، وعلمتني ان انا اعرف ازاي اتعامل مع الناس. بنزل في الشارع كلهم اخواتي واهلي، طول ما انا ماشيه في الشارع الحمد لله الناس بتقعد تسلم عليا عشان دول اهلي، يعني تلاقينا كلنا ايه قرايب في بعض كده. والسيده زينب معروفه من اكبر المناطق في مصر ومن احسن المناطق. الحمد لله سيده زينب، الحمد لله انا منها، وافتخر ان انا من السيده زينب. الصراحه بقى ريحه الاكل من جايه من ورا كده، مش قادره بجد، فيلا بقى نسوي عشان انا جوعت بجد. يلا بينا. جاب بقى اللحظة اللي هنشوف أحلى طبق سمين هنا من بنت السيدة بتعمل إزاي. بس قبل أي حاجة يعني هتعرف بقى على الحاجات دي اللي هي فواكه اللحوم، فقولي لي بقى ده إيه؟ بصي، دي دورية بتلو، ودي فيش شاضوني. يعني إيه دورية بتلو؟ يعني دورية بتلو دي في معدة العجل، من حلويات العجل. دي الحلويات. دي الحلويات. دي فيشه دوني، اكيد عارفه الفيشه. فيشه اللي هي فيها رقه. ايوه دي فيشه دوني، ده ممبار دوني العشق ده، طبعا ده لا اختلاف عليه. دي برده فيشه بتلو. فيشه بتلو اللي هي الجاموسي. ودي برده فيش، ده طحال. ده طحال. طحال بتلو برده، برده الفيشه. وعندي برده هناك الدوريه الدوني. تمام، البدايه بقى هنبتدي بايه؟ هنبدا بقى ننزل الحلويات يعني الفيشه. يعني بنسوي الاول بعدين ننزل الخضار. اه تمام ماشي، يلا بينا. اديني بقى كده
حاسبه وشك يا سيدي. ده توم طش التوم. طلعي بقى فوق كده ونزلي تاني. تاني؟ طلعي ونزلي. ايه بقى الغرض ان انا اطلع وانزل تاني؟ عشان اللي فوق اللي تحت يبلع واللي فوق يبلع. وكمان عشان ياخد الطشه اللي احنا رميناها على السينيه فوق. يا سيدي الريحه فظيعه وانا مش قادره بجد. بياخد سوا بقى قد ايه قولي لي؟ مفيش، ما بيكملش اصلا دقيقتين خمس دقائق. دقيقتين بس. هي الحاجه بتبقى مسلوقه الاول صح؟ الحاجات بتستلق الاول. بس حاولي ان انت تقلبي بسرعه. اول مره اعمل الاكله دي يعني. انا اخري الممبار، بحب الممبار جدا. لسه بقى اول مره اجرب الحاجات دي. قولي لي بقى الطلبات بتيجي من كام الاسعار كده؟ بصي من اول 15 الرغيف وال سندوتشات يعني. لا الرغيف اللي هو سندوتش. الرغيف بيبدا من 15 والطلب بيبقى فيه من 35 ل 40 وانت طالعه بقى. في ده على حسب. عندي فتة بقى والكوارع والحاجات دي بقى. عندي كوارع وعندي فته وعندي عكاوي ولحمه راس. يعني بصي بقى عندي حاجات كتير الحمد لله. ده الزباين ما شاء الله. الحمد لله. انا عايزه اعمل الطشه دي مره بقى. تعالي هنعمل الطشه بقى. خلاص انت تيجي تشتغلي معايا بقى. خلاص انا حبيت المنطقه هنا يا جماعه والله بجد. يعني انا اول مره انزل شارع السلخانه كده، عجبني جو بقى المذبح والسمين لا انت حلو قوي. لازم بقى تيجي تزوريني ان شاء الله في يعني. ايام العيد الكبير يعني جو لازم عيد. لازم هنيجي نعمل حلقه هنا في العيد الكبير. حلقه بقى مجمعه هناخدكم بقى السلخانه وننقي احنا بقى الحاجه مع بعض يعني. بجد دلوقتي اللحظه اللي بستناها في نهايه كل حلقه، ودي بقى دي اول مره اجرب فيها السمين. يعني كنت باكل ممبار بس دي اول مره. هدوق بقى واقول لكم رايي. حلوه جدا الكفته. ما تحسهاش ان هي مقليه في زيت، لا ده كانها مشويه بجد. تحفه. الممبار بقى يعني شايفين حجم الممبار قد ايه. حشيه ازاي ده؟ بجد بجد الاكل تحفه. تسلم ايدك بجد. لازم تيجوا تجربوا الاكل هنا. القعده هنا حلوه جدا. انا حبيت المنطقه وحبيت الحي السيده زينب. ولو انتوا بقى عندكم اقتراحات لاماكن ثانيه بتعمل اكل حلو او اكل غريب اكتبوا لنا ده في الكومنتات. اشوفكم على خير من تكيه رحمه.